من فترة سيارة كان في واحد اسمه محمد سعود، فاكرينه؟ السعودي النشط السعودي اللي زار جيش الاحتلال الصهيوني وتعامل معاه الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، فاكرين محمد سعود؟ يا حيوان يا واطي يا مطبع رخيص يا زباله يا شيطان مطبع مع ال سعود تبعونا بيجي من الخليج ولا السعوديه عشان اي واحد مطبع هذا هو الارن هيوه يلا 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 الموضوع وصل في السعوديه انهم قالوا ان القصه دي مفبركه ولم تحدث فقال لك القصه دي كلها مفبركه من اساسها وطلع مغني سعودي اسمه فهد الحيان يقول الكلام ده شفت مقطع متداول انه واحد خليجي او سعودي بمعنى صح انه فلسطين وانه الفلسطيني يعاملونه كذا مو صحيح هذا كله فبركه ما هو منطقي ولا هو صحيح اول شيء بقول لكم اللبس البشت الاسود الشماغ ولا الغتره ما يطلع برا البشت لازم يكون جوا البشت فكيف يصير سعودي اثنين لغته الإنجليزية السعودي لما يتكلم إنجليزي ما تعرف إنه إنجليزي إنه وش جنسيته هو باين جنسيته وش إنه ما هو بسعودي ولا له علاقة بالسعودية بعدين الجوازات عندنا تمنع منعا باتا وعقوبة شديدة إذا منتخباتنا ما تدخل عشان هذه المشكلة ما تلعب في فلسطين عشان الجوازات الحيان حيان خالص كان في جزء اخر من اللجان الالكترونيه السعوديه كان بيروجوا ان محمد سعود اتسحب منه الجنسيه السعوديه بامر من الملك بامر الملك سحب الجنسيه من الاعلامي محمد سعود المطبع مع اسرائيل اصدر خادم على خلفيه واستقبل البتاع وكده وبتاع وعلى خلفية زيارة محمد سعود يعني في جزء قال لك اصلا الموضوع ده مضروب وان ده مش السعودي وجزء تاني قال لك انه من قطر وتركيا هي اللي زقاه وجزء تالت قال لك انه اصلا هيتحاسب هيتسحب منه الجنسية بناء على كلام سيدي خادم الحرمين الشريفين بستايل النشرة السعودية ويبدو ان كان في نيه حقيقيه في السعوديه لده والكيان المحتل نفسه نشر ده ان في نيه لسحب الجنسيه من محمد سعود بسبب الغضب الشعبي الكبير ده خبر نشر شامون اران خبر عن الغاء جنسيه محمد سعود على خلفيه زيارته لاسرائيل مخالفه للقيم والاخلاق وخروجه عن الصف يا اولاد الصف العربي الخليجي داعيا للتطبيع مع اسرائيل يا اولادي الذين ده محمد بن سلمان قال لك خدمتي يهودي اللي قصدي المربيه بتاعتي يهودي قال لك خروجا عن الصف لكن كان المحتل وعرضت لكم كده بكده حذر السعوديه من هذه الخطوه جيش الاحتلال حذر السعوديه من هذه الخطوه رسالة تحذير من إسرائيل للمملكة السعودية بعثت إسرائيل رسالة للديوان الملكي تحذر فيه من المساس بمحمد سعود اللي زار تل أبيب الأسبوع الماضي ضمن زيارة تطبيعية نظمتها وزارة الخارجية الصهيونية لعدم إعلاميين والمدونين من عدة دول عربية ووفقا لصحيفة معاريف قال جاكي حوكي معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال أن الحكومة أرسلت رسالة للديوان الملكي في الرياض تطالب فيها بعدم الإقدام على أي خطوة ضد سعود يمكن أن تفسر على أنها عقابا له بسبب زيارته ونوع حوكي بأن من ضمن الإجراءات اللي حذرت إسرائيل من الإقدام عليها ضد سعود الدعوة للتحقيق أو الفصل من الجامعة على اعتبار أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية سلبية بشأن مستقبل العلاقة الحرام بين تل أبيب والرياض الواضح ان النظام السعودي خضع امام هذا التحذير وعاد محمد سعود الى الرياض واحتفل بعودته بهذه الطريقة حدث ما ارج الرياض سعود المعرض المطبع الخاين العميل بيحتفل من الرياض
واحتفل بهذه الصورة من قلب الرياض عشان يطلع لسانه للي جال الإلكترونية وللمطرب الحيان واللي الكل كليلة. السلام عليكم. اليوم أنا في الرياض تاريخ 3 أغسطس 2016. حبايبي هلا وسهلا بالجميع، كل اللي سألوا عني وكل اللي سأل عني سواء في تغريدة أو سأل عني في أي وسيلة، أعتذر اللي ما رديت عليه. وطبعا أنتم عارفين الرياض وزحمة واختبارات محجوز. والله مرة الوضع الفيزي صاير ما على الرجال عاد نخرج حتى شوية. أشكركم أشكركم الكل اللي سأل عني و الله لا يخليني منكم، الله لا يخليني منكم حبايبي. بحبكم كلكم. كان الناس يعمل دباديب وقلوب على البتاع. أنا مش عارف بتوع إنها مؤامرة هيعملوا إيه، وبتوع إنهم السعودي وبتوع إن قطر وتركيا ودورهم في الموضوع، بتوع صاحب الجنسية. عايزك تتذكر إن السعودية ألقت القبض على نهى البلوي اللي اعتقلت لفترة هي واخواتها قبل أن يفرج عنها بسبب إنها هجمت فكرة التطبيع مع الكيان المحتل. التطبيع يساوي الاعتراف بدولة إسرائيل، وهذا لا يقبله الشارع العربي بتاتا. لن نعترف بوجود إسرائيل، لا مكان لإسرائيل بيننا. التطبيع يجري في مصلحة إسرائيل، لا فائدة واحدة للعرب من التطبيع مع إسرائيل بالأساس. العرب بقبولهم بالتطبيع هم يقبلون بأكبر دعامات الإمبريالية الغربية ضدهم، وهذا ما يجب أن يقاوموه من الأساس. تستطيع إسرائيل هزيمة العرب عسكريا لمرة واثنتين وعشرة إن أرادت، لكن هذا لا يخدمها. التطبيع يخدمها أكثر من ذلك.